رابعا بالنسبة للسند القانوني والتشريعي الذي نستند له في اتخاذ جميع هذه الإجراءات، أود أن أؤكد أننا حتى الآن نستند إلى قوانين الصحة العامة ومجلس الدفاع المدني وقانون الأمن العام، وكنا قد أعلننا مسبقا تفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى ووقف التجمعات العامة. وفي ظل الحاجة الماسة للمزيد من الإجراءات الاحترازية وضمان التزام المواطنين وقطاعات أخرى بهذه الإجراءات، فقد نضطر قريبا لتفعيل قانون الدفاع لنتعامل مع هذه الآفة الصحية العامة والدولية دون المساس بالحقوق والحريات الشخصية.